ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه النهارده؟ هنعمل طباعة على المجات بطريقة سهلة قوي، مش هياخد في ايدك اقل من 5 دقايق كمان علشان تطبع اي صورة انتي بتحبيها. تعالوا بقى نقول هنستخدم ايه. كل اللي انا محتاجاه، محتاجة ورقة اطبعها عند المكتبة بأي رسمة انا بحبها، ممكن تنزليها من على الفيسبوك، تنزليها من على جوجل. في رسومات كتيرة قوي بقى للرسمة اللي انتي بتحبيها. مج سادة طبعا، محتاجة مية، محتاجة المقص للتفريغ، محتاجة اللزق العريض، مش محتاجة الرفيع، انا عايزة عريض. هبتدي اجيب الرسمة، انا مفرغاها كويس قوي من الورقة، مش مخلية فيها اي تفاصيل زيادة علشان تبقى الرسمة مظبوطة معايا على المج. هثبتها على حاجة والزق كده اللزق بالراحة خالص، اخرج منه اي هوا، ما يبقاش فيها اي هوا نهائي. بصوا بالشكل دوت، وهنقصها بقى، نقص اي زيادات وهننزلها في المية لمدة دقيقة بالظبط. الورقة دي بتدوب، وابتدي ان انا افركها من ورا، افوق يعني اشيل الورق كده بالراحة من ورا، هيبقى معايا اللون الطبع على اللزق كويس قوي، وهتطلع نفس الشكل اللي انت شايفاه ده هو اللي موجود على اللزق. بصوا بمية عادية فاترة من الحنفية، ولا مية سخنة ولا مية دافية ولا اي حاجة. بصوا بالشكل ده كده، بتبتدوا ان انتوا تبلوها، يعني تخلوا الورقة بس تطرى كده، ما نفركش وهي ناشفة علشان ما تبص مننا. هي مجرد ما بتتبل بتتفرك بسرعة على طول. ممكن بقى تطبعوا صورة حد بتحبوه، بتطبعوا صورة ابنكوا او بنتكوا، بتنزليها طبعا زي ما قلتلكوا على فلاشة، وتروحي تطبعيها وتيجي تعمليها على مج كده، تبقى حاجة بالنسبة لهم بتبقى جميلة قوي للأطفال، ان انتي عاملة له حاجة بيحبها، وحاجة سهلة وبسيطة، وممكن تخليهم يقفوا معاكي ويشاركوك ان انتي تعمليها وكده. بصوا اهي الرسمة طلعت معايا خالص، بس علشان يعني ما بقاش برضو قلت لكم ان هي هتقعد فترة طويلة والكلام ده كله، لا خالص، اللزق برضو بيبقى لا اسمه لزق على المج، يعني يعني مع الغسيل برضو، يعني هتلاقوها مثلا فكت سنة بتاع، ارجعوا تاني الزقوها كده بحبة سخونية، بس اعملوها على البوتاجاز كده، مشوها من بعيد، ما تلزقوهاش في البوتاجاز والنار شغالة، من بعيد كده هتلاقوها لزقت تاني ورجعت تاني معاكوا زي الفل. نبدأ نخرج الهواء كده كويس قوي، مسحب منديل، خرجي اي مية او اي هواء موجودة في اللزق. بصوا بالشكل ده كده، بصوا الشكل هو هو هو. تفضلوا كده تلزقوا فيها كويس قوي، بصوا تلاقي الشكل هو هو بتاع الصورة ازاي. انا جبت اهو القطر علشان ابتدي افر، يعني اشيل الزيادات دي كلها، ما عندي كرش القطر، بسكينة صغيرة كده، وابتدي ان انتي يعني ظبطي الزيادات دي كده ما تبقاش باينة. بس ورجعي الزقي بقى كمان شغلك، موضوع سهل خالص اهو، ما فيهوش اي حاجه، تبقي جددتي حاجه عندك، غيرتي شكلها، حتى لو شكلها هيفضل مؤقت بس شكلها اتغير شويه وبقى شكلها احلى. بس شفت الموضوع سهل ازاي وبسيط وما فيهوش اي حاجه صعبه. بيبقى فيه طباعه كمان بالصور اللي هي الفوتوغرافر، بس بتبقى صعبه شويه لان هي بتبقى محتاجة درجة حرارة عالية، ومحتاجة ان انت تبقي متمكنة منها قوي علشان تطلعي نفس الصورة اللي موجودة على الصورة الفوتوغرافر. بيبقى ورق معين ومحتاج درجة حرارة معينة. عجبكم شكل المج؟ اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة. بحبكم، باي باي.